قال أبو العتاهية ما لي رأيتك راكبا لهواك أظننت أن الله ليس يراك انظر لنفسك فالمنية حيثما وجهت واقفة هناك حذاك ولقد مضى أبواك عما خلفا ولتمضينك ما مضى أبواك لو كنت معتبرا بعظم مصيبة لجعلت أمك عبرة وأباك ما زلت توعظ كي تفيق من الصبا وكأنما يعنى بذاك سواك قد نلت من مرح الشباب وسكره ولقد رأيت الشيب كيف نعاك لن تستريح من التعبد للمنى حتى تقطع بالعزاء مناك وبخت غيرك بالعمى فأبدته بصرا وأنت محسن لعماك كفتيلة المصباح تحرق نفسها وتنير واقدها وأنت كذاك ومن السعادة أن تعف عن الخنا وتنيل خيرك أو تكف أذاك.